هاي مشاهدينا جابرييل ابو عضل اند كو، مستمرين معنا باوتوفوكس وكلاء فولفو بلبنان، اكيد الشركه السويديه العريقه بعالم السيارات، متابعين مع اعتراضات الراي على شفناها منها الشركه هيدي، ومين افضل من السيلز مانجر بوكلاء فولفو بلبنان جابرييل ابو عضل اند كو انه يكون معنا اليوم. وسيرودي هنود، هاي مره جديده عم تطل معنا باوتوفوكس لتخبرنا اكثر عن طرازات فولفو اللي عم نشوفه اليوم. الاكس سي 90 طراز كثير حلو، عمل له فيس ليفتنج، تغير شوي من حيث الشكل. حابين نعرف منك مواضيع مهمه كثير عم تقدمها اليوم فولفو لزبائننا. مزبوط، نبلش ان جنرال مع السياره. اوكي، الاكس سي 90 هي اكبر اس يو في لدى فولفو. نعم، 4x4. المهم فيها انه هي 7 ركاب، وانه حتى رغم انه هي 7 ركاب خلف المقاعد الخلفانيات في عندنا بعد ساعه مرتبه للكارغو للامتعه. نعم، فيها يمكن ابتكار بلشته فولفو بال 2002 لما درست النوع السيارات، هو رول اوفر سيستم كنترول، كان اول باتنت، اول سياره فيها جهاز بيمنعها تقلب بمانوفر لما تكون مسرعه على الاوتوستراد اذا عملت براكاج وكونتر براكاج. هلا ميزات الامان هائله فيها، اولا سياره كبيره بتوزن حوالي 2 طن بس سلسه كثير، يعني اللي بيسوقوها خاصه لما بيسوقوها الستات ما بيلاحظوا انه السياره صعبه سوقتها، بالعكس مانوفربل كثير كثير. ثانيا الموتور 3.2 لتر 6 سيلاند بفورمول سهله كثير بدون توربو بهالسياره، عم بيعطيها اداء حلو كثير مع ال 6 سبيد اوتوماتيك جير بوكس تبعيتها. وعم نشوف اللوك الرياضي كمان هلا الاكس سي 90 مع الجانت الاسود مع واللون كيت اكيد الحلو كثير لهالسياره اللي هو البيرل وايت، تعطينا كومبينيشن حلو كثير للالوان وهيك طابع رياضي مثل ما مضبوط. اكيد بيقدر الواحد ينقي لون الجانت، لون البويا، لون الفرش، لون اذا التريمينج من جوا اكاجو ولا الومنيوم الى اخره. كل اداء الراحه موجوده، وفي الاداء السيفتي فيتشرز موجوده مثل اكثريه الفولفو اني وايز، اللي هن البلايند سبوت ديتكشن، اللي هن رول اوفر سيستم كنترول، اللي هن الارباك اللي بينزلوا من السقف لا سمح الله صار في حادث هائل جانبي. نعم، الى اخره. اليوم حابب كمان احكي مش بس عن السياره، مصابيح الحلوه كمان من ناحيه الديزاين. مظبوط، هيدي جزء كمان على روف السياره. مظبوط، له علاقه بالامان كمان، لانه اذا في ازدحام لازم السيارات اللي بعيده عنك تشوف انه ضوء الضوء العالي، يعني انه في شخص مضطر يوقف، وفي عندها كمان الكترونيك بريك اسيستنس. طيب تنحكي عن الاوفرز اللي عم تقدمهم شركه فولفو بلبنان، بعرف كثير مهمين خاصه ناحيه الورنتي سيفتي، وبهمنا كمان نعرف وين الشوروم اللي فينا نشوف فيها الطرازات الرائعه اللي عم نشوفها. اليوم شو ما حكينا بضل في اشياء كثير واحد يقولها، فاذا نحن بندعي المشاهدين انه يطلبونا على 01-614-615 شركه جابرييل ابو عضل اند كو، مركزنا ببدارو بالميوزيوم اريا جنب المتحف، وبنستعرض معهم موتورات او موديلات العديده لدى هالسياره وغير سياره، وبنشرح لهم شو هن الاوفرات اللي هن من ناحيه وارنتي 3 سنين بدون تحديد للكيلومتراج، ومن ناحيه السيرفيسينج يعني صيانه السياره موجوده عندنا ضمن سعر السياره دائما فري اوف تشارج، ان كان الليبر او ان كان البارت، يعني ما بيدفع اي ليره قبل السنه الرابعه. زيت كل شيء، كل شيء، ما في اكسكلوجن لموضوع السيرفيسينج عندنا. في غير هيك كمان لما بنحكي عن كريديت فاسيليتيز، نحن بنتعامل مع كثير بنوك بلبنان وعندنا كريديت فاسيليتيز من السنه لسبع سنين، وبننصحهم وبنرشدهم اي بادجت او اي بلان بيلائم كل بادجت لكل انسان. وناحيه الليزنج كمان مزبوط، اطلقنا من 3 سنين الليزنج اللي هو نوع من كار لون، انما بيتميز انه 3 سنين، وبيتميز انه ممكن ناخده بدون دفعه اولى، وبيتميز انه مش مضطر البالون بيمنت او الجزء ال 37 او الانستولمنت ال 37 بيقدر ما يدفعه، اذا حابب يغير ويضل بسياره جديده بيرجع لنا المفاتيح، واني واي كل شيء على ما يرام بما انه السياره كانت مغطايه انشورنس ومينتنس وسيرفيسينج، وهذا مدروس جدا ليكون كومبتيتيف ضمن البوكيه تبع الفاسيليتيز اللي نحن بنقدمها على كل سيارات الفولفو مش بس الاكسي 90. بدنا نعرف اليوم عن الاكسي 90 قد ايه بتروح سعره، اللي عم نشوفه اليوم معنا اكيد هو الفول اوبشن بتصور. مزبوط، فينا ناخذ اكسي 90 مثل هيدا، فينا ناخذ اكثر شوي او اقل شوي. نحن ابتداء اسعارنا باكويبمنت عادل جدا وغني جدا، فينا نقول حتى ب 67900 دولار في اي تي انكلودد، سعر منافس جدا للسيجمنت اللي موجود فيه حتما هيدي اكبر الرائع. سياره اكبر اس يو في لدى شركه فولفو. اذا سعر ممتاز رودي للاس يو في الرائع اللي شفناه اليوم 3.2 لتر اول ويل درايف، اكيد سياره بتناسب الجميع مش بس السيدات او الرجال، حتى كل الاعمار، وانا بلاقي حالي فيها صراحه. هيك اس يو في مميزه، اكيد رح اكون عندكم بالشوروم قريبا. مرسي رودي هنود سيلز مانجر بوكلاء فولفو بلبنان. مشاهدينا wheelers.com.lv ما تنسوا الويب سايت، بتشوفوا فيه كل طرازات فولفو وكل السيارات اللي عم تكون معنا بأوتو فوكس. إلى اللقاء بحلقة قادمة.
Night.